وهذه تقول: هل يجوز للنساء أن يستخدمن اللاصق المانع للحمل علما بأنه لا يصل الماء تحته، وهل يكون ذلك في حكم الجبيرة؟ لا، هذا لا يجوز، والحيض من صحتها، كونه تمنع هذا مضر عليها. الحيض كونه ينزل أصح لها وأحسن من أنها تحبسه، وإذا كان اللاصق يمنع الماء الطهارة فلا يجوز عمله، لأنه ما هو مثل على كسر ولا على جرح، هذا ما هو على شيء، ما هو لا على كسر ولا على جرح. نعم.